نعم. ها سول. مزيكا اغني، حرام عليك بقى بجد، وانا عايزه صوتي يهدى لبكره. يلا الساعه بقت 11:30، انا لسه عايزه اغير هدومي اخد شاور. تعالي عايزه اغسل يا ماما محتاج لي بتحبيني من امتى؟ قلبك قلبك يقبرني يقبرني. مروان بتحبيني قد ايه وبتحبيني من امتى؟ اعترف. من اول ما شفتك بهيدك كيس اللبنه بتحطيه على راسك. كيس اللبنه كانت تصفي فيه امي لبن اللبنه، عرفتي؟ ايه ده انهي ده؟ كيس اللبنه بتحطيه على راسك كده ملون هيك عليها زهر ما زهر. الطاقية اللي هنا دي مع الفستان، اللي هي مع الفستان هي الطاقية تعرف شو عامل فيها؟ هي كيس لبنة انت قلبتيه وعملتيه شطوه وحطيه على راسك، بس مش مبينين ترافو يا هنا، شطورة هالشيء انت. شفتها عشان تعرف. هونيك هلبسها بكرة. هونيك فتع قلبي، فتع قلبي انت وسألتي. والفستان خرب بيتك ما ابشعك انت والفستان، حس حرقتيه انت هون، حطيتيه على الغاز حرقتيه. ايه ده؟ لا يا حبيبي بلبسه بس الجو ساقع. ايه ده انيس؟ ايه؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي بتصوروني بيعاني نفكر فيه. لما نشكي حالي يلي شغلتي. انا بقيت جامده جدا في الغنى بقى. ايوه واديه ولعه. انت اصلا جامده في الغناء. اي نو. بس ما بتعرفي ما بتعطي لحالك قيمه، ما بتعطي لحالك مستوى. شو بالادويه حبيبي؟ خرب بيت بيتك. الصيدليه بتاعتي. عمرك 100 سنه ليه؟ الصيدليه بتاعتي ده لسه غير اللي في الدرج جوه. كسوره مبين عمرك فيها 83. ايه؟ 83 والله انت عشان ناقصك شعر شايب بس. دي 83 سنه؟ دي 83؟ كنترول احكي منطق. احكي منطق. قمر احكي منطق طلع فيها. ها بني ادم وها بني ادم. دي 83 كنت اكل يا بالنسبه لك اكل يا اشتاليتا. تصور انا غلطانه. احلى انا غلطانه. احلى كنترول. انا غلطانه ما تجيش عندنا تاني. انتبه احنا شباب. هذا كنترول اكيد زلمه. الكنترول هو زلمه ما فيش مش مره. ما تجيش عندنا تاني. مش هلعب معاك تاني على فكره. انت مش الفريندز بتاعي. فريندز غنيلي اغنيه رومانسيه يا مروه. تعالي تعالي بدي اغني اي حاجه رومانسيه كده ليا ليا ليا. اهداء ليا يعني من ذوقك. يلا اهداء ليا من ذوقك. بقوم الشبشب اللي انت لابسه ده. انت هذا حقه الشبشب؟ كام؟ كام؟ $140 يعني كم بالمصري؟ داش دولار عندكم. هايدي هايدي $140 يعني كم عندنا بالمصري؟ $140 يعني كام؟ 800 و ثواني. $140 يعني قلنا 1200 يعني 1200 جنيه؟ هات اللي هات ده كده. ده ب 1200 جنيه؟ بيقول لي ب $140 مستحيل. 1200 جنيه؟ ده اشتغل يخرب بالي ده 2 كيلو ده لو بدهب ما هتشتريه ب 1200 جنيه عندنا. بركن بركن
شنو عم ضحك عليك يا انا؟ انا بتحب اسال اي لبناني يلا غني لي غني لي غني لي ال 1200 جنيه قال اثنيناتهم 100 مش واحد شوك يا هبلة يلا غني لي هبلة انت حاجة رومانسية حاجة رومانسية يا برشا انا اشكر رومانسية لك يا برشا برشا يا رومانسية يا هبلة لا غني لي حاجة اف اشي كثير حلو انا بعشقك لهلا وعندي الف حق ما لقيتش احن منك في الدنيا ما فيش ارق وسنيني معك تمر خيوطي اشوي ما فيهاش ولا ثانيه مر انت رايح فين تطلع بره الطبق لك وطت حياتي ملك ايديك وانت حر انا قلت لك وحلفت لك هكملك لو حاجة فيك نقصك قبلك انا ضيعت وقتي ده انا اتخنقت عشان اكون وياك اتخنقت اتخلقت عشان اكون وياك أنا بس الكلام واضح اتخلقت عشان اكون مش اتخنقت عشان اكون وياك كتير. ليه يعني انا فسرتها كيف انه انا اتخلقت عشان اكون وياك يا سلام ما اتخلقت عشان اكون وياك انا على فكره والله العظيم احلى ما فيا ان انا ما غلطتش في الكلام عارف ليه لاني برتبه ايش ليك برافو عليك انا المره اللي غلطت فيها في بياع الورد بتاعت انت خلاص نزلني بياع الورد ندهني بعز الليل دخلك خبرني يا ليل كيف بدينا همسني من تاني ميل راجع غني لي يا ليل وهني الايه قلت وحلي الايام هني هي حلي لا هني هي حلي هي غلطه ولا تختفر نفس الجمله لا نفس الجمله نفس الموضوع هني هي حلي طيب وداني وراح سافر لا ما راح سافر سمعي اياها وراح سافر لا ما راح سافر بكره بيجي قال لي طب قولي سفر واحده صح ولا واحده قلتيها صح هي وحشه قوي وحشه قوي لا بالنسبه لي انا ما بحبهاش لا من حجازي اوكي لا انا ما لهاش دعوه بالشخصيه انا بحب على فكره في اغنيه منزلها حلوه قوي بتاعتها هي وحد معاها دويتو تامر حسني لا يا عم تامر حسني ايه الغباوه دي لا نعم يا قلبي كام يعني كام ليه يا ابو تريكه شو هو 90 دولار 900 جنيه شو هو طب والله العظيم شفتي هايدي هايدي شفتي قلم الروج اللي هو كسره لي مين اللي كسره لي رافائيل او ايهاب مش عارفه مين فيهم ب 300 جنيه 299 جنيه والله العظيم اقسم بجلال الله ب 300 جنيه قد ايه يعني بالدولار حبيبتي يعني حرق قلبي عليه قد ايه بالدولار يعني قد ايه بالدولار ده يا نون قد ايه بالدولار ال 299 لا عندنا غالي جدا عادي لا 300 جنيه عندنا احنا 300 جنيه دول يعملوا حاجات كتير الوحدة اللي مستنيك زمان وقلق عليك اقدر على